بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 14 بعد 116 بعنوان الإنصاف عند الإمام الألباني رحمه الله، وهو الشريط الثالث. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 10 من جمادى الأولى 1413 هجري، الموافق اليوم 4 من الشهر 11 1992 ميلادي. عيد علي الأمرين يا شيخ. أحسن. عشان أفهمها أكثر. أنا لا سمح الله. أجيبك بس هكذا. أنا لا سمح الله. أقول في أخي هذا إنه داهن الحاكم. لكن أنا ما قلت هكذا. قلت في تحت ضغط معين قال ما يرضي الحاكم. تفرق بين الأمرين؟ أفرق. جميل. أيهما أهون؟ الذي تحت ضغط. أنتم الآن تنسبون إلى هؤلاء الناس أنهم قالوا مقولتين إحداهما شديدة الوطأ، معصية واضحة، والأخرى هينة لينة بالنسبة للأولى، صحيح؟ نعم صحيح. إذن التي هي الدخول تحت بعض الضغوط. أيوة أهون هذا. نعم طيب. أهون من المداهنة. طيب الآن يا ترى الواقع في نفس هؤلاء الذين تتهمونهم بالطعن في العلماء، ترى أنهم قالوا بأنهم داهنوا ولا تحت ضغوط معينة خضعوا؟ لا نرى أنهم لا تحت ضغوط. ما أسألك عن رأيي، أقول عما في نفوسهم. ما أسألك عن رأيك، أصابوا أم أخطأوا؟ نظن فيهم يا شيخ الظن الحسن، أليس هذا واجب المسلم نحو أخيه المسلم؟ أحسنت. خلينا نبني على الكلمة. لا هو شيخنا هو سار مشرقا وأنت مغرب، لأنه هو ظن الكلام يعني العلماء المطعون عليهم وليس الطاعنين. لا أنا أقول، أنا ضربت لك مثال بنفسي لا سمح الله، نسبت الشيخ إلى المداهنة. أو قيل عني أنني نسبت الشيخ إلى المداهنة، لكن الحقيقة ولا سمح الله أنني قلت عنه بأنه تحت ضغوط معينة مشي. أي الكلمتين سألتك أهون؟ قلت هذه. أنا عم أمثل الآن نفسي بالنسبة لما قيل في العلماء، وهذا منهم. فمن القائل في العلماء والطاعن فيهم إحدى الكلمتين هو سفر مثلا. فسفر أنا بعتقد ممكن يكون قال كبشر أنه يكون تهم بالإيش؟ بالمداهنة. وممكن يكون قال تحت ضغوط معينة، واتفقنا آنفا أن هذه كلمة أهوى من تلك. طيب أي الكلمتين هو في الحقيقة قال أولا؟ ثم إن قال الكلمتين معا، ترى الذي في نفسه ما هو؟ ما تدري أنت ما الذي في نفسه، كما قلت آنفا اعتمادا على أثر عمر. طيب لكن مدام هو جاب كلمتين وذم على الراوي كما نقول،
جاب الكلمتين. ممكن بقى نفسر المداهنة بالضغط الذي جاء بعد هذه الكلمة، وهذا كله من باب إيش كما قلت حسن الظن، عرف كيف؟ لذلك المسألة بارك الله فيه خطيرة جدا، أنه نجي لإنسان مثل هذا ما نعلم منه إلا خير في الدعوة، لكن بدرت منه كلمات ممكن أن تؤول، ممكن أن تؤول، والأصل في المسلم أن يؤول كلامه. وربما بلغك كلام بعض الفقهاء أنه إذا كان هناك 100 قول في مسلم، 99 من هذه 100 كلها تكفر هذا المسلم، قول واحد يقول لا هذا القول هذا لا نحكم به عليه بالكفر، يؤخذ بقول هذا الواحد ويترك القول 99 هذا. لماذا؟ لأنه هنا الموضع موضع حيطة وحذر، من كفر مسلما فقد كفر. لعلك سمعت هذه المقولة يوم ما، أو لعلك تؤمن بها، تعتقد أن هذا الاحتياط أمر ضروري، جيد. ها؟ نحن إذن في الجودة الآن نبحث، فهل الجيد أنه نحمل كلام هذا الرجل إن كان قال أنه داهنوا وخضعوا تحت ضغوط؟ فالأولى أن نفسر هذا الكلام بما يهون ويلطف من خطيئة، ما أقول من خطأ، منتبه معي، بما يلطف من خطيئة هذا القائل أنه تحت ضغوط يعني مثلا قالوا بهذا. في فرق، هذا هو مكثير من أن يقال فيهم أنهم إيش داهنوا، لأن المداهنة بتقول لي مال، بتكون لي جاه، لدنيا يصيبها أو امرأة ينكعها إلى آخره. فهذا الفرق بارك الله فيك يجب أن نلاحظه حينما نسمع هذا الكلام. في شيء، وهو يا شيخ قوله يبين مقصده من هذا الكلام، وهو قوله قلت لما سئلت عن فتوى هيئة كبار العلماء قلت من أجل أن لا يفترى على الله ولا على رسوله. ها؟ ماذا قال؟ ثم قال أنه لا يجوز الاستعانة وكذا إلى آخره. لا بهمنا شو قال. ثم هذا الكلام طعن. هذا الكلام فيما بعد يا شيخ، هذا الكلام فيما بعد، يعني هو الآن عنده أنها يعني إيش الذي يفهم؟ أنا حسب فهمي القاصر أنني أفهم لما يقول قلت لما سئلت عن فتوى هيئة كبار العلماء قلت من أجل أن لا يفترى على الله ولا على رسوله، أنه يكذب، أنه يجعل هيئة كبار العلماء اتهام لهيئة كبار العلماء بأنهم افتروا على الله وعلى رسوله. ثم بعد ذلك، بعد أن سار في مسار الحديث، ثم بعد ذلك عقب بقوله يسألون نحن الذين في بحبوحة من الكلام إلى آخر الكلام الذي ذكرته لك سابقا. شو معنى بحبوحة؟ شو ضده؟ ضيق. أليس كذلك؟ طيب، هو ليس من هيئة العلماء، وأنا أسألك الآن سؤال، خلينا نكون يعني صريحين، تعتقد، ونحن رح نجاوبك عن أنفسنا، تعتقد معنا أن كل هيئة علماء رسمية ممكن أن تخضع لضغوط معينة أم لا؟ ممكن. طيب، إذا قال قائل ما في هيئة ما في أرض ما أنه خضعت تحت ضغط معين، إيش في هذا؟ لا، إذا كانوا في علماء أثق في دينهم، أنا بقول يا أخي بارك الله فيك، ما في حاجة للمحاضرة، أما أقول هيئة علماء ما في حاجة تقول أنت إذا كانوا كذا. الجواب يحتاج إلى تفصيل يا شيخ، أقول لك لا، إذا كان كذا أقول لك لا، أقول لك لا أفصل لك. يا أخي بارك الله فيك، يحتاج إلى تفصيل إذا كان السائل بحاجة إلى تفصيل. سؤال، وهنا بيت القصيد كما يقال، إذا كان جائزا فما هو الأمر المنكر جدا إذا قال زيد من الناس أنه هيئة العلماء هذه أو تلك تحت ضغوط معينة قالوا كذا وكذا، هل هذا يكون فسق؟ أجاوب يا شيخ؟ ولا أسألك لماذا؟ لكي لا تجاوب؟ أي يا شيخ، إذا كانت هذه الهيئة
ممن أثق بديني. لا حول ولا قوة. يا أخي أنا راح أقول هيئة العلماء يثق بها المسلمون، لكن زيد من الناس رأى أن هذه الهيئة تحت ضغوط معينة قالت كذا وكذا، وهذا خطأ. في حاجة تعملي محاضرة عن العلماء وعن الهيئة؟ اللي لا. إذا شو رأيك، هل هذا فسق؟ هل أتى فسقا الذي طعن في أي هيئة كانت؟ أنا ما أقول طعن سامحك الله، أنا أقول زيد من الناس قال في هيئة من العلماء، هل هيئة التي أنت ترضى عنها وكل مسلم، قال عنها تحت ضغوط معينة خضعت وقالت كذا وكذا. هذا الزيد إذا صح التعبير يعني شو بيكون يعني عند الله عز وجل؟ كفر هتلي لا، فسق أظن كمان، شوف الفرق، كفر هتلي لا، لا. فسق أظن هتلي لا، أظن وظن المؤمن يقين. والله ما أظن أنا ما أظن إني أقول لك لا، لأنه يا شيخ اتهام المؤمن بأنه مداهن وأنه شوف شوف هلا وين رجع. أنا لا يا شيخ فهمي قاصر. لا بارك الله، يا شيخ بارك الله، بارك الله فيك. مثلا خرجت أنا والله ما أخرج حيدة عن السؤال، يعني يا شيخ بمقصد إني أتهرب من السؤال. أنت الآن تمثل الشخص اللي أنت تطعن فيه. نعم. وأنا إذا وضعت نفسي مكانك فسأطعن فيك. تدرين ما؟ ليش؟ لأنه أنا بتكلم حول من قال خضعوا تحت ضغوط معينة، أنت بتقول أنا بقول هل بيقول عن العلماء أنهم يداهنون؟ يا أخي ما عم أبحث أنا في المداهنة، وبخاصة واتفقنا آنفا أن كلمة الخضوع لضغوط معينة أهون بكثير من المداهنة. لماذا أنت الآن تخطئ معي وتحشر في الموضوع المداهنة؟ لماذا؟ لأنه قال يا شيخ، أنا ما جبت شيء عليه من الخارج. يا أخي عم أقول لك عن زيد من الناس، عم أجيب لك مثال. ممكن يا شيخ إذا كان. يا الله يهديك. أنا عم أطلبك مثال إنه زيد من الناس، ما أعني الذي أنت تعنيه، عم أضع لك قاعدة في التفريق بين كلمة وأخرى. زيد من الناس طعن في هيئة العلماء التي يقدرها المسلمون جميعا، لكن هذا الطعن إنما كان بلفظ أنهم تحت ضغوط معينة خضعوا ووقعوا أو فعلوا أو رضوا أو إلى آخر ما هنالك. أنت لماذا تشرد عني وبتدخل المداهنة في الموضوع وأنا بحثي ليس في المداهنة، إنما في الضغوط؟ ها بس طيب، منقول عن هذا الإنسان، بعيد عليك سؤالي السابق، منقول عن هذا الإنسان إنه كفر؟ لا. ستقول يقينا ما كفر. ما كفر. هل تقول إنه فسق؟ قلت عنك أظن أنك ستقول ما فسق. قد لا يفسق إيش؟ لا أظنه. أقول قد لا يفسق إيش؟ وقد يفسق. وقد يفسق. إذا كانوا عند الله. اسمع شوي. قد يفسق وقد لا يفسق. هل هذا هو الجواب؟ أنا أراه جوابا يا شيخ. اسأل من شئت سيقول لا ليس جوابا. ليش؟ لأنك تتردد بين قد يفسد وقد لا يفسق، إذا هذا ليس بجواب. يعني إذا سألك سائل الشمس طالعة، قد تكون طالعة وقد لا تكون طالعة، فهل أخبرته بأنها طالعة أو غير طالعة؟ لا يا شيخ، هذا أنا ما هو، أنا ما أشوفه إنه ينقص على هذا السؤال، ما أدري يا شيخ. هذا هو القياس نفسه. سل من شئت من الحاضرين. ممكن يا شيخ، يعني لعل يعني ما اتضحت الصورة بالمثال، يعني أنا أمثل لك مثال ربما يكون يعني يزيد المسألة وضوحا. سألتك هل سيأتي فلان؟ فتقول نعم ربما يأتي. أقول لك متى؟ تقول ربما يأتي الساعة الثانية، وربما يأتي الساعة الواحدة، وربما يأتي الساعة الثالثة، وربما لا يأتي بالمرة. فماذا تقول في هذا الجواب؟ ما هو جواب صحيح. ما هو جواب صحيح. لماذا؟ لأن هذه أنا أراها تختلف عن نفس السؤال. هذا في مسألة هل الضغوط أنا يعني بناء. لا تحيد، لا تحيد، أعطي جواب السؤال. أنا أراه إنه هذا ما ينطبق على. يا عمي سألك لماذا؟
لأنه يا شيخ هذا بيسألني عن فلان من الناس، عن زيد من الناس، هل جاء أو ما جاء؟ ربما يأتي الساعة واحدة وربما يأتي الساعة اثنين وربما. أنا المفروض أني أجيبك بأنه ما جاء هذا أو جاء فقط. لماذا لا تجيب على هذا النحو؟ لأن السؤال أراه في هذا بسؤال الشيخ يختلف. هو نفسه يختلف يختلف. طيب يختلف. أنا يختلف. يا شيخ إيه لكن شوية. لماذا لا تقول هو فسق أو ليس فسقا؟ ما في أمر وسط. فلنفرض أنه فسقا مثلا يا شيخ. لا تقول. لا الله يهديك. فسقا لكن أنا أقيده بشروط يا شيخ اسمحوا لي. طيب خليني أنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعطيكم يا شيخ ما عندي يا شيخ. يا أبا جابر. يا أبا جابر أداني الله وإياك للصواب فيما نقول. اللهم الآن أنت تريد أن تفصل، فهل اتفقت معنا أن قولك قد يفسق وقد لا يفسق ليس جوابا؟ إذا اتفقت معنا نمشي خطوة ثانية، أما إذا ما اتفقت معنا لوين تمشي؟ لا تزال في أرضك مكانك راوح. هل هذا يفسق أو لا يفسق؟ لا يفسق. قد يفسق وقد لا يفسق. لا يفسق يا شيخ. هذا ليس جوابا. جوابتك لا يفسق يا شيخ. كويس. هذا الذي أريده. هذا الذي أريده. تعمل لي محاضرة الآن؟ أيوة أنا عندي تفصيل. ما في حاجة، ما دام وافق شن طبقة وافقه فعانقه، ما عاد في حاجة لمحاضرة. إذا أخطأ مرة في عمري وارتكب ذنبا لا يفسق. لا يفسق. مهما كان هذا الذنب. صحيح. هذا أخونا سفر أخطأ في العلماء وارتكب ذنبا مرة أو مرتين لا يسمى فاسقا. أي نعم. لكن بارك الله فيك، أنا أردت أيضا ألفت نظره لاختلاف الألفاظ في المعاني. فكلمة أنه نسب العلماء إلى المداهنة كبيرة، لكن إذا نسب العلماء للخضوع لضغوط هذه ما هي كبيرة، سواء تكرر أو ما تكرر. فالملاحظة نعم إذا كنت هؤلاء العلماء أثق في دينهم وأمانتهم، كيف يا شيخ ما مثلا ما أقول على أنه هذا يفسق بكلامه هذا، وأنا أعرف أن هؤلاء العلماء لن يداهن ولن يقال. الله يجبر خاطرك يا شيخ. الله ما أتكلم على حالي يا شيخ محمد. أنا موافق كلما يا شيخ بارك الله فيك، أنا بتكلم على حالة واحدة وهي تنطبق على كلام سفر. أنا أرى أنه هذه الهيئة، لأن الشيخ قال لي هيئة يخرجها عن فلان زيد من الناس اتهم هيئة من الهيئات، أن هل تقع يمكن تقع تحت الضغوط ولا ما تقع؟ قلت له نعم قد تقع تحت الضغوط، ولكن أنا أقول هذا الضغط الذي وقع تحته، أنا هذه هيئة علماء عندي وبنت عندها أدلة وحديث حتى لا حقيقة. خلينا نتكلم عن التفصيل. لا لا خلي خلي يحكي عن التفصيل. وذكرت أحاديث وبينت وأتت بآيات كما أتت بأحاديث وبينت بآيات بأن هذه، فأنا أجي وأتحمل وأقول والله إن هذه قد تقع تحت بعض الضغوط. لو جاءت هذه الهيئة وقالت بأن هذا بأن الاستعانة تجوز بدون أن تذكر دليلا لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، أقول لك تفضل، ممكن أن تقول وقعت تحت بعض الضغوط تحت بعض الضغوط. أما أن تأتي هذه الهيئة بكل ما عندها من أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله وأدلة صحيحة ولهم وجهة يعني نظر بغض الخلاف عن أنهم أصابوا أم أخطأوا، فأقول إنه والله لا هذا يحتمل وأنه ما يحتمل، ولا هذا لو جاني ما جاني يا أي أدلة ولا بكتاب ولا سؤال. الآن سؤال كبير، أيهما أفضل عند الله؟ استنى استنى لا سمحت مو على راح أجيبك على سؤالك. أيهما أكرم عند الله، عائشة أم المؤمنين ولا هيئة كبار العلماء؟ لا أول شيء يا شيخ أنا أريد الجواب. يا حبيبي بس أنا بدي أنا أنا صراحة لا أجبتك حتى من حلقي نشب. حلقي نشب يا أبو جابر. أنا سأجيبك على سؤالك، لكن أنا هذا تمهيد الجواب. أنا أسألك أيهما أكرم على الله، عائشة أم المؤمنين ولا هيئة كبار العلماء؟ يا شيخ إذا كنتم تريدون على القاعدة التي مشيتم بها يعني امشي وفي تجاوزات يا شيخ، اول شيء اجيبوني يا شيخ في هذه الحاله انه جاءت هيئه أبو جابر بأدلتها من كتاب والله الأسر. انا راح اجاوبك يا اخي، بس انا هذا تمهيد الجواب. انا اسالك يعني ما ايهما اكرم على الله في ظنك انت؟ عائشه رضي الله عنها. طيب اكرم. طيب الله عز وجل قال والذين يرمون المحصنات
من المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. تحفظ الآية اللي بعدها. إلا الذين تابوا. هذه إلا الذين تابوا وأصلحوا. بعدين قال فإن الله غفور رحيم. ما غفر الله لأولئك الذين طعنوا على عائشة؟ أقيم عليهم الحد ولا ما أقيم عليهم الحد؟ اتركني، ما الرسول ما أقام عليهم الحد. هاي الحيدة. ما أقيم على بس الحيدة. أسألك يا أبو جابر. لا اسمحوا لي. يا حبيبي الله يرضى عليك. أنا أسألك، أنا سأجيبك. أنا أول شيء أبغى سؤالي. والله سأجيبك. لكن أنا أتم جوابا على سؤالي، هل قبل الله توبتهم ولا ما قبل؟ بلى بلى، تاب الله عليهم. سفر اسمح لي أقول له هنا عاد هذه أكبر خطيئة وقعت فيها أنت الآن في كل هذه الجلسة، مثل الخطيئة اللي وقع فيها أخونا خالد. خلينا أقول لك حاجة، خلينا أقول لك حاجة. سفر حوالي رمى أم المؤمنين ها ثم تاب، ألا يتوب الله عليه؟ يتوب الله. طيب رمى هيئة كبار العلماء وتاب، ألا يقبل الله توبته؟ هذا شيء هل تاب؟ هل قال لك إني يريد أن يقول ما تاب؟ ما تاب يعني؟ هل قال؟ أنا أسألك تاب ولا ما تاب؟ ما أدري عنه. ما تدري؟ طيب إذا أمره إلى الله. ما دام أمره إلى الله لا يصح لك أن تتألى على الله. عندي شريط وموزع في الأسواق وما ظهر، لو تاب ليش ما يعلن توبته؟ حيدة حيدة حيدة. جزاكم الله خير يا شيخ. ليه؟ يا أخي إذا قلت لك النور هذا مطفي، قل لي كيف؟ أنا شايفه شاهد. فأنا بقول لك حيدة، قل لي كيف؟ كيف يا شيخ؟ ولا ما بكون تفيدنا شيء. يعني يا شيخ اسمح لي بارك الله فيك. أولا أنا دحين يعني منزم على سؤالي هذاك الأول. إيه. يعني أريد لا ما وجبت عليه، أنا أقول هي الآن بارك الله فيك جاءت بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وجاءت وقررت بأن هذا بأن هذه الاستعانة. نعم تحمست، فولا وإن كنت لست أشقر، فأقول يعني بارك الله فيك يا شيخ، جاءت بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ثم تأتي وتقول إنها وقعت تحت بعض الضغوط. لو كانت ما جاءت يا سبحان الله، ها؟ لو ما جاءت بهذه الأدلة بالله علي. لا ما يكفيني يا شيخ بارك الله، مع احترامي وتقديري لك وإقراري بأنك شيخي. بارك الله فيك. ما لا بأس أن تجيبه. نعم لا بأس أن تجيبه، ما فهم تحت عن الحماس عليك. الصورة اللي صورتها واضحة. ايش اوضح من هذا؟ واضحة لكن هو بده كلمة ورد غطاها. اعطيني ماء. اغيثوه بالماء. ارجو ان لا تحيد عن الجواب حتى يعني نكسب الوقت والفائدة معنا. الاستعانة بالكفار التي وقعت، هل وقعت بفتوى العلماء أم قبل فتوى العلماء؟ ما تدري. كيف ما تدري؟ ما أدري يعني هل وقعت قبل. طيب سؤال آخر وأحسنت في الجواب لأنك مشيت معنا على الخط، يعني خير كلام ما قل ودل. هل تعتقد أن هذه الاستعانة قبل أن تقع استشير فيها هيئة العلماء؟ أظن يعني هل أظن يا هل شيخ تعلم أو... أقول بسم الله. لا ما أعلم يا شيخ، ما أعلم أنه هل استشير أهل العلم فيها قبل أن تقع أو بعد أن تقع، ما أدري. طيب هل تعلم أن الحكومة هناك لا تقدم على شيء من المشاريع مما ينبغي استشارة العلماء وهيئة كبار العلماء لا تفعل إلا بعد الاستشارة؟ لا أعلم. لا تعلم؟ إيه؟ كله لا تعلم؟ والله حقيقة لا أعلم يا شيخ. عجيب. هذا الفسق والفجور الذي يقع في المملكة بعد الاستشارة تتصور ولا قبل الاستشارة؟ قبل الاستشارة.
إذا كيف علمت هذه ولم بعد ما وضحت لي يا شيخ بارك الله فيك. خلاص اي بعد ما وضحت لي انا ما كان يعني في بالي. معليش لا تاخذ يا شيخ بارك. معليش طول بالك خلاص لا تاخذ في بالي. خليك انت حسن ظني خير كلام ما قال وذني. طيب لماذا هذا التحمس الان لفتوى العلماء بعد ان وقعت الواقعه؟ فهل انت الان تسال الشيخ الدخول في التفاصيل وفي تلك الأدلة التي أنت الآن أقول لك بصراحة متأثرين بأخينا الفاضل هنا خالد تتبجح بأنهم استندوا إلى نصوص من الكتاب والسنة؟ هل أنت الآن تريد أن تخوض في هذه الأدلة التي تتبجح بها أنهم اعتمدوا عليها في تجويز الاستعانة بالكفار؟ ولا أقول لك الآن الكفار من باب التوضيح، وإنما أقول استدلوا بها على جواز الاستعانة باليهود. أولا يا شيخ هل أنا تبجحت بها هذه يعني؟ عفوا يا شيخ ما حيناها لأولد صاحبنا سحبناها الكلمة. ما أرى خلاص سحبناها كويس. فالآن أرجو الجواب. هذه الأدلة التي أنت تذكرها بلاش نقول تتبجح بها كويس. هل هي تدل على جواز الاستعانة باليهود؟ حسب ما أفهموني مشايخي الشيخ ربيع والشيخ محمد أمان وبعض المشايخ لا تسميني أشخاص قالوا نعم يا أخي لا تسميني أشخاص. تجوز قالوا نعم تجوز الاستعانة باليهود. نعم. طيب ألا تعلم أن اليهود اليوم ألد أعداء المسلمين؟ أعلم. وكيف يجوز الاستعانة بهم؟ حسب ما ورد في الأدلة يا شيخ. سامعكم الله. حسب ما ورد في الأدلة يا شيخ. تعرف أن هذا الجواب اللي أنت تقوله الآن لا الشيخ الربيع ولا أمان ولا من ليس بأمان ما أحد يقول هذا الكلام. إلا هو يا شيخ. لا لا ليس بالأعداء اليهود باليهود. طيب امريكا ليس فيها يهود يا شيخ؟ بيسألني إلي. انا لخصت لك السؤال من باب تنبيه لك يا ابا جابر. فاهم يا شيخ. كيف يقول هيئه العلماء يجوز الاستعانه بألد اعداء الدين؟ كيف يا جماعه؟ هذا يا شيخ هذه مساله بارك الله فيك انت الحين دخلتنا في مسالات هل يجوز او لا يجوز والادله. هذا الصراحه انا ما يعني ماني يا شيخ يعني بذاك العلم ولا هذا ولا حتى اني انا لك للشيخ ما هو لكن انا اقول لك حسب ما بلغني دليل جاء الشيخ ربيع علف في ذلك الكتاب وقراته واقتنعت فيه. ممكن انت الان تطرح علي بعض الادله قد اتراجع لما ظهر لي من الحق. سالتك سؤال ما جاوبتني. سؤالك للشيخ ايش كان اللي لحيت عليه ايش هو اللي هو انه هؤلاء العلماء جاءوا بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله؟ لا ما جاءوا بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. انا اقول لك بعض الأدلة يا شيخ. طيب هات نشوف الحديث الذي يعني ذكره الشيخ ربيع في رسالته صد عدوان الماء. لي مشايخ الله يهديك. طيب بارك لا تسمي لي لانه بكفيني هلا انا مختلف انا وياك. بدك بقى توسع دائرة الاختلاف مع الناس غير حاضرين. والله ما اللي بعض الأدلة تفضل جيب لي مشان تريح نفسك وتوفر وقتي وقتك في آن واحد. شوف فكر أجل ذهنك وانتخب من الأدلة التي قرأتها من زيد أو بكر أو عمر وخذ لي الآن أقوى دليل. أقوى دليل أقوى دليل أتيك به على أنه يجوز للدولة المسلمة أن تستعين بدولة هي ألد أعداء الإسلام والمسلمين جميعا. هذا أكبر دليل. حديث بما معناه يا شيخ. نعم. أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى رهط يعني من اليهود كانوا في أطراف المدينة وقال يعني طلبهم بأن إما أن يعيروه سلاحا أو يقاتلوا معه. قال إما أن تعيرون سلاحا أو تقاتلوا معنا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي يعني استدل به بعض أهل العلم على جواز الاستعانة باليهود. طيب وأنت مقتنع بهذا الدليل؟ نعم. طيب القوة هنا إن صح الحديث وخذها يا على بالك إن صح الحديث القوة هنا الغالبة
هي للمستعين أم للمستعين به؟ للمستعان به. القوة هذه هل هي للمستعين أم المستعان به؟ للمستعين. طيب، الحادثة التي استدلوا بهذا الحديث عليها هل يصدق عليه هذا الوصف؟ لا يا شيخ. جزاك الله خير، فأعرف الآن كيف يكون الفقه وكيف يكون العلم، وأخيرا وجزاك الله خير كيف يكون الإنصاف منك. بالمناسبة شيخنا حتى لا يظل الأخ أبو جابر يعني ماخذ على باله من كلمة تبجح. تبجح لا تعني الذم شيخنا أبدا، ما وإنما تعني التبجح هو إظهار الشيء بقوة وكذا. لكن يا شيخ في طيب لحظة جاي معك. شو بدك من الشيخ أنت؟ ما بدي منه شيء. بلا عم تقول ما جاوبك. مسألة إنه ما استدلوا بأدلة، ما بينا لك أن هذه أوهام وليست بأدلة. شو بتريد من الشيخ؟ أنا راح حديث يا شيخ، حديث ما هو وهم يا شيخ، أنا راه أمام عيني. وإن كان أنت تفرق في الحالة يا شيخ، لكن هذا وأنت معي، لكن هذا له وجهة نظر يا شيخ. وأنت معي وأنا معك، لكن هذا وجهة نظره يا شيخ. لكنه مخطئ، فلنفرض أنه مخطئ. ليش تفرض؟ أنت عم تعترف الآن أنه هذا خطأ. لأنه هو ده وجهة نظره، هو ما يمكن ما لو جاي يناقشك يا شيخ يمكن ما يقرر لك بهذا. لا ما في عنده الجواب إطلاقا، لأنه أنت هلا على ما تأخذني على كونك طالب علم مثلي. فكرت فيها لقيت في فرق بين الرسول صاحب الصول والدولة وهاللي حكم على اليهود صاحب الوحي وإلى آخره، وبين دويلة صغيرة ما عنده استعداد لمقاتلة هذا الصنم اللي هو صدام حسين، فيستعين بأقوى دولة في العالم لو أرادت أن تكتشف في ليلة لا قمر فيها البلاد الإسلامية كلها، ما استطاعت لا السعودية ولا غيرها أن تقف أمامها. شو الدليل هذا؟ لا عندنا دليل، لكن على كل حال شو بتريد من الشيخ؟ عندنا دليل يا شيخ، شو بتريد من الشيخ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله أن لا. اسمح لي أنا طلبت منك أكبر دليل وأنت قدمت أكبر دليل ونهار، فما بعده سينهار مفاولة، لكن قل لي شو بتريد من الشيخ؟ أنا أقول أنه طعن سفر يا شيخ بارك الله فيك فيه، ويقول أنه تحت ضغوط ما ينبغي، تحت أنه هدول لهم وجهة نظرهم ولهم أدلتهم. لا حول ولا قوة إلا بالله يا شيخ، هذه الفتوى وقعت بعد أن وقعت الواقعة. لا تحسنوا ظنكم أنتم بالحكام، لأن الحكام لا يحكمون بما أنزل الله، وأنت شايف الفسق والفجور ماشي رغم أنف كل المشايخ. فلو المشايخ بيقوموا قومة واحدة لأمام الحكومة هذه لأقفوها عند حدها، لكن هي تفعل ما تريد رغم أنف المشايخ. ولذلك هذه الفتوى صدرت بعد أن وقعت الواقعة. فهد أو غيره ما إجا جاب جلسة أو هيئة العلماء وقال له ترى القضية كذا وكذا 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 من آخره، إيش رأيكم صدام هذا بعثي كافر ملحد إلى آخره، نخشى أن يسيطر على بلدنا بعد ما سيطر على الكويت إلى آخره، نستعين باليهود، نستعين بالأمريكان، نستعين بالبريطان اللي جابوا اليهود إلى فلسطين إلى آخره، سوف لن ترى عالما يقول له يجوده. جزاك الله. هذا كاتب شيخنا هو في الحقيقة ليس جديدا، أنا يعني سمعت عنه أو قرأت عزوا لبعض ما كتب منذ سنوات تزيد على 8 سنوات. أيوة. وكان يكتب في مجلة الأم قديما مقالات وأشياء من هذا. أيوة. لكن الفترة الأخيرة بدأ الرجل يلمع ويعطى طابعا يعني كبيرا، وكتاباته كلها فكرية، وكتاباته كلها فكرية محضة، حتى أنه في مجلة البيان له صفحة كاملة الآن اسمها الصفحة الأخيرة. بل في مجلة المسلمون الآن له أيضا زاوية وعمود مستقل. طيب. هذا الكاتب اسمه جمال سلطان. فبيقول أخونا مشهور لما شافه أو بالأحرى لما شاف كتابه الجديد الصادر عن مركز الدراسات الإسلامية في برمنغهام بريطانيا، وهو التابع لمجلة البيان ومحمد سروزين العابدين،
بعنوان فقه الحركة الأصول والمقدمات. قل يعني هذا لعله يكشف بعض الأشياء أو ما شابه ذلك عن الرجل وأشياءه. طيب ماذا عندك؟ ما فيك يا شيخ سؤال، متى أو ما هو الضابط بتعيين شخص ويقال له مبتدع؟ يعني يعين على الشخص ويقال له مبتدع، ما هو الضابط في هذه المسألة؟ حينما يكون منهجه مخالفة السنة بمعناها الواسع قولا وفعلا وتقريرا، حينما يكون منهجه هكذا. أما إذا وقع في بدعة ما أو أكثر من بدعة اجتهادا ولو أنه كان في ذلك مخطئا فلا يكون مبتدعا، وإلا لم ينجو أحد من الابتداع. عندما يكون يا شيخ يعني يخالف الكتاب والسنة؟ لا، أنا ما ذكرت الكتاب لأنه هذا أمر بدهي. حينما يخالف السنة التي من المفروغ عندنا أن الكتاب لا يمكن فهمه إلا بالسنة، والسنة هي سنة قولية وفعلية وتقريرية. حينما يأتي إنسان ويخالف السنة بهذه الأقسام الثلاث لها اعتمادا منه على رأي أو هوى ولا يبالي بهذه السنة، يتخذ ذلك منهجا له في حياته، فهو الرجل المبتدع. أما أن يخالف السنة لسبب أو آخر فيقع في البدعة، بل ويقع في المحرم صراحة، فلا يكون مبتدعا ولا يكون بالتالي فاسقا لأنه ارتكب محرما. طيب بالنسبة يا شيخ للمبتدع القدامى، كيف يعني أطلق عليهم السلف بأنهم مبتدعة، وكيف عرفوا أنهم مبتدعة؟ لأنهم خالجوا منهج السلف الصالح. وما يدرينا يا شيخ أن هذا صاحب هوى أو أنه مثلا أخطأ؟ لا، ما يدرينا. إذا كنت تقول ما تقول فأنا معك فيما تقول، ما يدرينا. نحن نرجع ونقول الله حسيبهم، لكنهم أنهم مبتدعة فهم مبتدعة بلا شك، لأنهم خالفوا منهج السلف الصالح. وأنا سأسمعك شيئا ربما لم تسمعه من قبل. إن كثيرا من العلماء قسموا الدين إلى فروع وأصول، وبنوا على هذا التقسيم تقسيما آخر، وهو أن الخطأ في الفروع مغتفر وهو في الأصول غير مغتفر. هذا التقسيم لا أصل له. المؤاخذة تتحقق في الفروع كالأصول وفي الأصول كالفروع، لا فرق في ذلك مطلقا ما دام أن المخالف قد خالف النص الوارد في الكتاب أو السنة أو إجماع السلف الصالح، سواء كان في الفروع أو في الأصول. خالف النص وهو يعلمه، يعلم أنه مخالف، أي يعلم النص ومع ذلك فهو يخالفه. لا فرق في هذه مؤاخذة أنها مؤاخذة سواء كانت في الفروع أو في الأصول. بالعكس تماما، أي من خالف في الفروع أو في الأصول وهو مجتهد يريد معرفة الحق ولم يقف على النص المخالف له حيث خالف النص لكن هو لم يطلع عليه، سواء كان مخالفته لهذا النص في الفروع أو في الأصول فليس عليه مؤاخذة. طيب إذا كان يا شيخ النص يحتمل وجهين، مفهوم إلى هنا؟ مفهوم يا شيخ. أنا بدي أنتهي من الجواب عن سؤالك السابق بعدين تسأل عن تفاصيل. فالآن مثل
الشخص أو الأشخاص أو الجمع أو الجماعات الذين يخالفون الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ونقول عنهم إنهم مبتدعة، بعد أن عرفت من هو المبتدئ وهو الذي اتخذ منهجا له خلاف ما عليه السلف. مثل هؤلاء من حيث أننا نحن لم نطلع على نواياهم وعلى صدورهم على ما في صدورهم، وما عرفنا أنهم كانوا مجتهدين أو كانوا فعلا من أهل الأهواء، كمثل أي شخص يدان بالقتل وهو بريء عند الله عز وجل، لكن ينفذ فيه حكم الشرع لأن الأمر كما تعلم نحن نحكم الظاهر والله يتولى السرائر. فإذا ما يهمنا نحن سواء كان قلبه أو نيته حسنة مع الله أو سيئة، بهمنا منهجه عمليا مخالف للسلف فهو مبتدع، وإلا قد يكون مبتدعا مجتهدا كما ألمحت في أول الجواب، وقد يكون مرتكبا محرما مجتهدا لكنه لا يؤاخذ لا هذا ولا ذاك، بل يؤجر لأنه يصدق فيه قوله عليه السلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. الآن إن بدأ لك سؤال حول هذا الجواب أو غيره فلك ذلك، لأني أنا انتهيت بالإفضاء بما في نفسي، ولا نسمح لأبو عبيدة أن يتدخل في الموضوع بعد أن يفرغ هو لعبته. نعم شيخ بارك الله فيك. إذا كان النص هذا الذي يعني مثلا اختلف فيه أهل السنة مثلا مع البدع مع المبتدعة يحتمل وجهين، والوجه الآخر استدل به هذا المبتدع على بدعته وقال أنا هذا فهمي فلما تلومني، أنا لم ألومك بفهمك فأنت خذ بفهمك وأنا بفهمي، وإذا خلا يعني لم نجد يعني كلام للسلف في هذه المسألة، فما هو الضابط الشيء؟ ليس لك علي اعتراض إذا كنت تعني ما تقول، ليس لك علي اعتراض. يعني هو مبتدع مش مبتدع. مبتدع يكون لما بخالف منهج السلف وهو على علم به، أما أنت بتقول في كلامك، لذلك قلت إن كنت تعني ما تقول، المسألة فيها دقة، يعني ما في عندك أنت فضلا عنه ما في عندك يعني نقول عن السلف تواجهه بها، وإنما عندك فهم وعنده فهم، فأنت وياه سواء، لا هو مبتدع ولا أنت مبتدع. لكن هنا ماذا يدخل؟ يدخل أمر مهم جدا، ألا وهو هل هو ولا غيره، ولا أقول أنت، هل هو من أهل العلم حتى يقول أنا أفهم من النص كذا وكذا؟ فإن كان من أهل العلم فالجواب ما سمعته، وإن كان ليس من أهل العلم نقول له بقول رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح؟ واضح. انتهيت؟ انتهيت. هات يا أبا عبيدة. الأقدمين الذين خالفونا أو الذين نخالفهم بباب هام في باب هام من أبواب التوحيد وهو باب الصفات على وجه الخصوص. السؤال حول الضابط في الإعذار بالظهر الباطن، هل هنالك سبيل لمعرفته أم لا؟ معرفة ماذا؟ الإعذار في المخالفة أو في البدعة في الظاهر والباطن. فضلتم وقلتم أنه المجتهد إن اجتهد وإن وقع في بدعة مدام أنه مجتهد ولم يقصد أن يضاد وأن يعلم المنهج السلف الصالح وأن يخالفه فهو مجتهد، فهل يسمى مجتهد مبتدع؟ يعني هل تقرن هذه بتلك
مجتهد مبتدع؟ ومن ثم ما هو الضابط في أن نعرف أنه هل هذا علم أم لم نعلم؟ ولعل هذا يكون عسر، بل قد يكون عسرا جدا عندما نبدأ نطبق القاعدة التطبيق العملي. وجدنا مثلا في التطبيق العملي أن فحولا وكبار العلماء في سائر الأعصار والأمصار، لا سيما ممن كانوا قبل شيخ الإسلام على وجه الخصوص، وقعوا في اضطراب، واضطراب جعل بعض أهل البدع في هذا العصر أو مناهج المبتدعة في هذا العصر يتعلقون به، من أمثال مثلا كلام النووي، لا أريد أن أمثل ابن حجر، كلام النووي مثلا قبل شيخ الإسلام، النووي وقع في عشرات التأويلات مخالفة للعقيدة، وسلك مسلك يعني شابه فيه أهل البدعة، القول بالتفويض بالمعنى تارة، والقول بالتأويل تارة أخرى، وصرحوا أن مذهب السلف هذا وذاك. أي نعم، فإذا كيف نعذر النووي مثلا؟ هل هو معذور؟ هل يسمى مجتهد ومبتدع؟ هل نفرق بين النووي وبين من يردد كلامه الآن أم لا نردد؟ يعني هذه مجموعة تساؤلات يعني. إذا كان في كلامك تساؤلات فأنا أرجو أن تذكرني بالسؤال الأول ونبدأ أن نجيب. الضابط في الإعذار، وهل يجتمع هل تعني بالإعذار عندنا أم عند ربنا؟ عندنا، حتى لا نسميه مجتهد مبتدع، حتى نخرجه من كونه مبتدعا. نحن قلنا آنفا من عرفنا منه أنه لا يهتم بما كان عليه السلف الصالح فهو المبتدع وهو المخالف للكتاب والسنة، يعني بأمارات من حياته ومسلكياته. نعم. ومن عرفنا منه أنه يتبع السلف الصالح ولكنه في مسألة ما، سواء كانت كما قلنا آنفا يعني فرعية أو أصلية، ما تبين له المنهج السلفي وقال برأيه واجتهاده فهو مأجور بلا شك. ولو كان في باب، ولو كان في باب كامل مثل باب الصفات مثلا، إذا تصورنا هذا فهو كذلك، لأنه قد يكون هذا أمر نظري، ما يكون يعني النووي مثلا في باب كامل في باب الصفات. إيه النووي في باب الصفات أليس مسلما بكثير من الصفات دون تأويل؟ نادرا. مش معقول هذا، كيف نادرا؟ السمع والبصر مثلا ماذا يقول؟ فيما يوافق يعني الأشاعرة هم قطعا هو يوافقهم في هذا. ما بيهمني الآن أشاعرة، أنا كان الحديث عن النووي رحمه الله. لا يمكن يعني أن يقال أن النووي ليس عنده إيمان ولو ببعض الصفات، لكنه قد يؤول صفات وقد يفوض، لكن وقع في تأويل كثير في كلامه. معليش يا أخي، هو تفويض معنا. ليس الآن البحث في التفصيل هل وقع في قليل أم في كثير، لكن البحث كما قلت ما هي الضابطة أو القاعدة للتمييز. فنحن نقول من عرف منهج السلف ثم مع ذلك خالف فهذا بلا شك يكون مبتدعا، وعلم أن هذا منهج السلف. هو هذا. نعم. هو هذا القيد الذي نذكره. نعم. من عرف منهج السلف ثم خالف فهذا هو المبتدع. وأنا أرى الآن كما أنت تعلم وبعض إخواننا الحاضرين، ولعل هذا يعني بيدفعني أن أهتبلها فرصة لأرمي عصفورين بحجر واحد، أنه كما قلنا آنفا لا فرق عندنا بين الخطأ في الأصول أو في الفروع، لكن الفرق بين من يقصد السنة وبين من يقصد مخالفتها. فالذي أريد أن أقول الآن كضرب عصفورين بحجر واحد، أنه الآن كثير من علمائنا الأفاضل في السعودية في الباكستان وغيرها من البلاد التي تهتم بالحديث والسنة، كما تعلمون يقبضون بعد الركوع. أنا أقول هذه بدعة، وقلتها من 30 سنة وأكثر،
لكن أنا لا أعتقد أن هؤلاء الذين يفعلون هذه هم مبتدعة، بل أنا أصلي أحيانا بعض الأئمة الذين يفعلون هذه البدعة فأفعل فعلهم انطلاقا من قولي عليه السلام إنما جعل الإمام لأتم به. لماذا هذه بدعة عندي؟ لأنها تخالف الآثار والأحاديث المروية عن الرسول عليه السلام كمنهج حياة كان يصلي، فلم يرد في السنة إطلاقا، ثم بالتالي ولا في أثر من آثار السلف الصالح أنهم كانوا يفعلون هذا. فهذا النوع من الابتداع في الدين وقع فيه الجماهير، ثم تبعهم فيه بعض أهل السنة، وهذا مثال صالح للموضوع. شو حجتهم؟ أدلة عامة، ليس هناك نص صريح بأن الرسول عليه السلام كان يضع بعد رفع الرأس من الركوع، وإنما احتجوا بأدلة عامة. وهذا هو مأخذ المبتدعة الذين أدخلوا في الإسلام الألوف، إن لم نقل عشرات الألوف من البدع، بيحتجوا بالنصوص العامة. شو حجتنا نحن أهل السنة الذين يقبضون بعد الركوع والذين لا يفعلون؟ شو حجتنا على هؤلاء المبتدعة؟ يا أخي، هذه النصوص اللي أنتم تحتجوا فيها وتفهمون جواز ما تفعلون انطلاقا منها، السلف الصالح كان أولا على علم بها، وثانيا كانوا أحرص منكم بكثير على تطبيق ما لو كانت تدل على ما تفهمون منها. فإذا لم يفعلوا فمعنى أن فهمكم هذا خطأ. من هنا نحن نحتج بالآية الكريمة كما تعلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين يشمل الإسلام كله أصلا وفرعا، لا يتعلق فقط في العقيدة، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في السلوك، في الأخلاق إلى آخره. ولذلك نحن نهتم كثيرا وكثيرا جدا في الدندنة حول منهج السلف الصالح، لأنهم كانوا أصفى قلوبا وأحرص عبادة وعملا وإلى آخره. فحينما لا يأتينا حتى ولا عن إمام من أئمة المسلمين، ولا يكون من الأربعة، فليكن من الأربعين والأربعمية، أنه يسن وضع اليدين بعد رفع الرأس من الركوع، أنا ألحق هذا بالبدعة. لكن ما ألحق من يفعل هذا بأنه مبتدئ، لأنه استند إلى نص توهم منه أنه يدل، لكني أقيم الحجة عليه بنفس مذهبه الذي هو يلتقي معي فيه، وهو: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فبهذه الضابطة يمكننا نحن أن نعرف أنه فلان نحشره في زمرة المبتدعة أو نحشره في زمرة المجتهدين. من تبين لنا خطه أنه إذا تبين له ما كان عليه السلف الصالح فيسلم ولا يخالف، فهو معنا وعلى الخط. فإن زلت به القدم في جزئية ما أو جزئيات كثيرة نلتمس له عذرا. أما كما ترى إلى اليوم، وهذا قد يكون من تتمة الجواب عن سؤالك، أن هؤلاء الذين يقلدون النووي أو غيرهم، هؤلاء إما أن يكونوا علماء أو يكونوا غير علماء، وقد قلنا آنفا إذا كانوا غير علماء فعليهم أن يسألوا أهل العلم. فإذا سألوا مثل الإمام النووي في كتبه ووجدوا ذلك أنه يعني هم مقتنعون به، ولم يأتهم الحجة والبينة من الآخرين الذين ينتمون إلى العمل بالكتاب والسنة والسلف الصالح، فهؤلاء أيضا معذورون، لأن هؤلاء لا يكلفون أن يكونوا أئمة مجتهدين، لقول رب العالمين مذكور آنفا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هؤلاء ليس لهم عذر حينما يتشبثون بأقوال بعض المتأخرين كالمثال الذي ذكرته الإمام النووي، وإنما هم غير معذورين، لأنهم لا يصغون إلى أدلة المخالفين من المسلمين الآخرين.
فإذا قيل لهم مثلا قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يا أخي هي سبيل المؤمنين الأول الصحابة، هي التابعين، هي الأئمة، ما لك بالنووي بجباب حاجك بالباطل كما تعلم. لك النووي مو فهمان هذا كلام، النووي فهمان والصحابة فهمانين، فأي الفهمين أنت لازم تمسك فيه؟ حينئذ يظهر أنه يكون من أهل البدعة إذا ما تبين له الحق والصواب. ولهذا ربنا عز وجل أدب ووجه عامة المسلمين بمثل قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. المهم وهذا خلاصة الجواب، كما أن العلماء المجتهدين عليهم أن يفرغوا جهدهم لمعرفة الحق الذي اختلف فيه الناس، كذلك عامة المسلمين عليهم أن يفرغوا جهدهم لمعرفة الحق الذي اختلف فيه الأئمة كل بحسب قدرته وطاقته. على الأقل مثلا أنا بقول أنه عندك زيد من العلماء وعندك عمر، وجدت هواك مع زيد وعمر، وجدت يقول قال الله قال رسول الله، زيد وجدت يقول هيك يا أخي العلماء هيك المشايخ إلى آخره، فإذا هذا ما اتبع الحق لأنه عرف أنه عمر أعلم وزيد ليس بعالم، فهذا أقل ما ينبغي أن يجتهد فيه عامة الناس. ما أدري إذا بقي شيء من سؤالك. جزاكم الله خير. أنا أشكل علي شيء في بداية كلامكم جواب الأخ أبو جابر، وقع في الكلام مجتهد مبتدع. لا أنا ما أقول قد يقع في البدعة، أنا ما أقول مجتهد مبتدع، قلت وأرجو أن تسمعني التسجيل، سمعوني، فإذا كنت أنا قلت هكذا فأنا أسحبها. أنا أقول المجتهد أنا أقول المجتهد قد يقع في البدعة، فلا يقال إنه مبتدع. أرجو أن تسمعني وألا لمحيها. أعد الشريط قبل شوية الوضع النفسي الآن يحول من حيث يريد أو لا يريد صاحب هذه النفس أن يتوصل، يحول بينه وبين أن يتوصل لمعرفة الحق أولا، وهذا لا يكفي أليس كذلك؟ معرفة الحق لا يكفي، فهذا لا يكفي معرفة الحق أولا، لأنه لابد من الإيمان به ثانيا. هل أنت معي في هذه الفلسفة؟ خلينا نسميها فلسفة من أجل خاطرك أنت. لا خاطري معليش، أنا بدي أشوف خاطرك يا أبو جابر. الله يجبر بخاطرك. أريد أن ألفت نظرك، وهذا له علاقة بين العقيدة، أن المعرفة شيء والإيمان شيء آخر، ولذلك فأنا أقول لا تبحثوا فيما يتعلق بهذا الإنسان أو بذاك مما في نفوسكم، ما أقول يعني وغر أو حقد أو ضغينة أو ما شابه ذلك، لا أقل ما في اطمئنان بالنسبة إليهم، فهذا الوضع النفسي لا يساعدكم على الوصول لاتباع الحق بمجرد المعرفة، لأن الوصول للمعرفة لا يكفي، لابد من أن يقترن مع المعرفة الإيمان. فأنت تعلم من القرآن الكريم أن رب العالمين تبارك وتعالى وصف طائفة من الكفار وهم اليهود،
فقال فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهم كانوا يعرفون دون شك أو ريب أن محمدا عليه الصلاة والسلام الذي بعث بحق رحمة للعالمين أنه هو هو، وليس كما يزعمون أنه في أحسن أقوالهم مبعوث إلى العرب فقط، أسوأ أحوالهم أنه ادعى النبوة وهو كاذب. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن مع ذلك كفروا به، ولذلك قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا الاستيقان هو المعرفة، فإذا لم يقترن مع المعرفة الإيمان الذي يدفع صاحبه إلى العمل به، فما فائدة هذه المعرفة؟ هذا ما سميته فلسفة من أجل خاطرك، لكن هي الحقيقة الشرعية. ولذلك فأنت إذا سمعت مني جوابا عن مسألة تتعلق به ورأيت أن جوابي وافق ما عنده، قد يخالجك شيء من التوقف والتردد، مع أنه عرفت أن هذا الكلام صواب. لكن نحن لا نبغى فقط المعرفة، نبغى أيضا الإيمان الذي يقترن بهذه المعرفة. فأنا أرى أنه يكون يعني أسئلتكم من أجل هذا ليس لها علاقة بهذا الشخص أو بذاك، هذا أولا. وثانيا الأخ أبو مالك أشار إلى أنه حنوسع الخرق على الراقع كما يقال، حينما تنشر هذه الأشرطة على الملأ، وبتعرف الملأ فيهم الصالح فيهم الطالح فيهم السلفي فيهم الخلفي فيهم أعداء الدعوة، سواء كانوا حملتها هالجبهة أو هذيك الجبهة، لأنهم يعلمون أنه دون يرجعون الكتاب والسنة منهج السلف الصالح، مع ذلك فهم مختلفون بين أنفسهم. فسيكون توسيع دائرة البيان لهذا الاختلاف هو وهن في الدعوة نفسها. فلو كان مثلا بدون تسجيل ما في عندي مانع، بدون تسجيل من شان أنت تكون على بينة وعلى معرفة، وبعد المعرفة يأتي الإيمان كما تحدثت آنفا، ما في عندي مانع. لكن شرط واحد أنه ما يكون عندكم أشياء أهم من هذه تتعلق بأنفسكم أنتم من مسائل العلمية التي أنتم بحاجة إليها. مثلا حتى المثال الذي ضربته آنفا وهو مثال له علاقة بقاعدة مهمة جدا وأكثر العلماء عنها غافلون، وهي الوضع، حيث وصلت أنا وإياك إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن الذي نقلته عن الإمام أحمد هل يعني أنه سنة؟ قلت لا. هل يعني أنه ليس سنة يا شيخ؟ إذا سمحت تفضل احفظ سؤالك. فإذا كان جوابك لا، فلماذا تفعل؟ ولماذا توجد خلافا بشيء ليس سنة بينك وبين جماهير أهل السنة معك؟ لماذا؟ الحديث يا شيخ، حديث وائل بن حجر. هذا هو الذي نريد أن نصل إليه. لكن هل تريد أن تعود إلى ما قلت لك احفظ سؤالك؟ نعم يا شيخ. فأيما أبدأ عندك ابدأ به. أبدأ أنا أعود إلى سؤالي، وهو أنه لما قلت يا شيخ هل فعله هذا سنة، قلت لك لا، لكن هذا ليس فعلا قوله. نعم. لكن هل يعني قوله أنه ليس بسنة يا شيخ؟ نعم. كيف يا شيخ؟ لأنه لو كان سنة قال بكل سنة. لو سئل عن الوضع قبل الركوع هل يقول كما قال عن الوضع بعد الركوع فيما تعلم؟ طيب هذا فهم للسلف حتى. لا ما حتى الله يهديك. ما لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين. بارك الله فيك. إن شاء الله أنا ما أحيد يا شيخ، أنا هذا فهمي يا شيخ. أنا أريد أن أتناقش معك على أنا ما أتكلم معك في العلم حتى تقول لي أنا لست حجة، أنا أتكلم بالعقل.
تفضل. هل لي عقلي مثل عقلك وعقلك مثل عقلي؟ ما هو عقلي مثل عقلك. ما في شيء. يعني أنا قد أزيد عليك في بعض أنه بعرف هذا حديث صحيح وهذا ضعيف ولا غيره، لكن مو هذا موضوعنا. موضوعنا منطقي عقلي. تفضل. فأنا سألتك فيما عندك من علم، ولنضف إليه قولك متواضعا أنه أنا لست بحجة، لنضف هذا. لو سئل الإمام أحمد رحمه الله أو غيره من أهل السنة عن القبض في القيام، يقول الأول، هل يقول كما نقلت عنه في القيام الثاني؟ لا. إذن هذا هو الجواب. أنا طيب يا شيخ، لكن في تفصيل معه يا شيخ. هاتي، اسمح لي بالتفصيل. هاتي يا أخي، أنا قلت لك هاته قبل ما تقول، اسمح لي. طيب جزاك الله خير يا شيخ. وهو هنا يعني، هل الإمام أحمد، أولا نحن يعني قلنا على فهم السلف الصالح، هل للإمام أحمد أن يقوله على من أن يعني يقول للإنسان أن يضع أو لا يضع، له أن يضع أو لا يضع بدون أن يعرف في ذلك سنة، مثلا أخذها من نصوص عامة كحديث وائل بن حجر؟ هذا سؤال يا شيخ. نعم، له ذلك، لأنه الإمام أحمد معروف مذهبه أنه إذا كان في المسألة بعض الأقوال فهو لا يحرج على الآخرين، لا يحرج على الآخرين إذا لم يكن عنده إيش، نص قاطع في الموضوع. فهو يقول إن شئت فعلت وإن شئت ما فعلت. والدليل أنه نحن الآن متفقين أنه لو سئل عن الوضع الأول كان يقول سنة، بل أنا قد أقول إنه واجب، لأنه داخل في عموم قولي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وما جاء عنه عليه السلام أنه سدل يوما ما. فمن هنا وهناك يفرق الإمام أحمد رحمه الله بعلمه بالسنة وتقديره إياها من جهة، وتقديره لرأي آخرين من جهة أخرى، فهو ليس متعصبا، هو رجل معتدل بفضل السنة التي كان يحويها في صدره رحمه الله. ولذلك فهو نتفق الآن بأنه يفرق بين لو سئل عما لم يسأل فسيكون جوابه أنه سنة، إن لم يقل بل هذا واجب كما نقول نحن. لكن هناك لا يوجد سنة أبدا. لكن أنت كغيرك الآن تقول حديث وائل، طيب فأنا أقول لك حديث وائل دلالته هل هي بدلالة خاصة أم عامة؟ عامة. طيب هذا أجبنا نحن عنه آنفا، وما العهد عنك ببعيد فيما أظن، أليس كذلك؟ في مسألة شيء قلنا أنه شيء لم يجري عمل السلف عليه، فنحن ما يجوز لنا أن نستدل بعمومات، هذا كلام مسجل. لما ذكرنا أنه مأخذ المبتدعة فيما يبتدعون هو الأخذ بالعمومات، ونحن نحتج عليهم. حتى أذكر جيدا قلت نحن وهم الذين يقبضون في القيام الثاني والذين لا يقبضون متفقون على الاحتجاج على أهل البدعة بأنه يا جماعة هذه النصوص العامة لو كان فهمكم إياها فهما صحيحا لكان السلف أسبق إلى هذا الفهم الصحيح، ثم لو فهموا ذلك لطبقوه، لأنهم كانوا أحرص على التقرب إلى الله عز وجل منكم. فإذ لم يفعلوا دل ذلك على أن فهمكم خطأ. وأظن استشهدنا بالشعر وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الآن ممكن نجيب لك مثال بسيط جدا لتقريب هذه المسألة ولتتبين خطأ الاستدلال بالعمومات التي لم يجري عمل السلف عليها، وفي الوقت هذا يكون جوابا لسؤال قد يتردد في صدور بعض الناس، فلك الحق أن تسأل ومن أين عرفنا أن السلف ما كانوا يضعون في القيام الثاني؟ هذا كنت بدي أسأله. فأنتوا معشر السلف، أنا أقول بهيك مناسبة، تنكروا الكشف الصوفي، أنتوا ما عندكم علم في كشف سلفي. Oh, no.
أعرف هذا. أنا عارف. المقصود لك الحق أنك تسأل هذا السؤال، وأنا باستطاعتي أن أعطيك الجواب، لكن رح أعطيك الجواب على كيفي أنا، مو على كيفك أنت. وأنا حر يعني بتكلم على كيفي مثل ما أنت بتكلم على كيفك. فأنا رح أعطيك الجواب من لسانك أنت، وهذا أقوى ما يكون حجة. صح؟ صحيح. هاي. لو رأيت رجلا كلما رفع يديه من الركوع سمع الله لمن حمده، ونحن هذا شاهدناه، مش يعني خيال، لا هو واقع، قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، شو رأيك هذا الفعل سني ولا بدعة؟ خطأ. حتى لا ما أحب يعني. أنا أسألك خطأ ولا صواب حتى تقول أنت خطأ؟ يا شيخ الله يهديك، نقول لهم الله يهديك، الله يهديك. قلت لك آنفا أي سؤال يجاب عليه بجواب يضطر السائل أن يطور السؤال إلى سؤال ثاني، خطأ هذا الأسلوب. أنا ما سألتك هذا صواب أم خطأ حتى يكون جوابك خطأ، أنا سألتك هذا سنة ولا بدعة. بارك الله فيك، أنا يمكن ما رأيت لأنه هذا سنة ولا أنه هذا بدعة، رأيت أنه خطأ هذا يا شيخ، أنه هذا الرجل أخطأ، ما هو بدعة مثلا. أنا بالشام كلمة إخواننا سموها مني كثير، هل ما بيجي معك تعمعه. نسألك ليش خطأ؟ لأنه خالف السنة. يا شيخ يلا يهديك. هل كل خطأ يا شيخ، كل مخالفة للسنة تعد بدعة يا شيخ؟ الله أكبر. سؤال هذا يعني. لا لا. إلك حق. أي نعم، كل فعل يراد به التقرب إلى الله عز وجل وهو خلاف السنة فهو بدعة ضلالة، وهذا يبدو أنك بحاجة إلى أن تفقه هذه النقطة. إيش معنى قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ما هي البدعة في مفهومك أنت حتى تورعت أن تقول جواب لسؤال متواضع هذه سنة ولا بدعة؟ قلت خطأ، تورعت أن تقول هذه بدعة، فما هي البدعة عندك؟ ما هي ما أحدث على غير مثال سابق. طيب لا، هذا الرفع له مثال سابق في العموميات يا شيخ. ألو شنو هي؟ ألو هذه في الدعاء يا شيخ. طيب في العموميات يعني. ما بيجوز استدلال بالعموميات. طيب. يا أخي وضح لك. نستفيد منك يا شيخ بارك الله. يا شيخ أنا عم انكر عليك. طيب. الله أكبر. أنا أحسب إنك يا شيخ يعني دحين أنت. لا لا لا. الشيخ جزاه الله خير مسرور على التداوم. سبحان الله. غير كان ما أنا قلت له نجلس مع ناس مخالفين لنا. الله يحفظكم. طول بالك لسه ما خلصتش الله. في شيء يعني أضح. سؤال على قول يعني المجتهد المخطئ، نقول عن اجتهاد الخطأ بدعة؟ قد يكون اجتهاده في تحليل الحرام. نعم. أو تحريم الحلال. نعم. فيكون مخطئا. مخطئا. فقد يأتي بعبادة لا أصل لها في الشريعة. نعم. كهذه العبادة. نعم. مجتهدا. نعم. فيكون هذا بدعة، تكون هذا الذي جاء به بدعة من هذا المجتهد، يؤجر عليها لأنه ما قالها إلا باجتهاد منه. فلا فرق بين خطأي في الحرام والحلال وهو على كل حال مأجور، وبين وقوعه في البدعة من حيث هو يرغب في السنة باجتهاد خاطئ منه أو باجتهاد خطأ منه. فما نقول اجتهاد بدعة؟ قد يقع في البدعة. ها؟ شيخ نرجع للشيخ. تفضل. نفس المسألة بارك الله فيكم. أو فيك بارك. مسألة القول أنه مجتهد أم مبتدع، وعلقت هذه على القرائن، لكن يعني انقدح شيء في نفسي أو تفرقة، أنه لو أن هذا الإنسان ما كان داعية لهذا الشيء،
نعم هو يقوله لكن ليس متحمسا له وليس داعية له. نعم. ولم تقم القرائن الكافية للقول عنه بأنه مبتدع. أليس الإطلاق عليه بأنه مبتدع مع هذين الأمرين؟ الأمر الأول فيه يعني قرائن غير كافية، والأمر الثاني أنه لا يدعو لها، غير متحمس، مع أنه يقول بها لو أن رجلا سأله أو حاققه لقال بما نراه أنه بدعة. يعني أليس الورع والبعد وهو من أهل العلم يعني له انشغال بالعلم كحال أغلب مشايخ هذه الأيام، حال أغلب مشايخ هذه الأيام يعرفوا المنهج. جميل. مشايخ هذه الأيام تراهم يعتدون بما كان عليه السلف الصالح؟ لا يعرفون المنهج، ضائع عنهم، جهل، جاهلون، فهم مبتدع، إما أن يكونوا معذورين أو غير معذورين، هم مبتدع ولا شك، وهذا سبق الجواب عنه. ولذلك سألتك تعني معذورين عندنا ولا عند الله؟ كل من يخالف نصا شرعيا فهو يكون عندنا مخالفا، إما أن يكون مخالفا باجتهاد فيكون معذورا ومأجورا، وإما أن يكون بغير اجتهاد. وهنا ننظر، إن كان هذا الذي ليس مجتهدا اتبع عالما هو من النوع الذي ذكرناه آنفا فهو معذور، وإلا فيكون غير معذور ويكون مأجورا، وهكذا. هو باجتهاد لكن ما عنده منهج، أغلب مشايخ هذه الأيام معليش ما عنده منهج. لماذا؟ لأنه بارك الله فيك أنت تعرف في العلم. إذا سمحت تعرف أنه قوله عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد، فالاجتهاد في اللغة شو معنى؟ إفراغ الجهد. طيب، فهؤلاء المشايخ اللي تقول عنهم ما عندهم هذا المنهج، هل أفرغوا الجهد وبخاصة حينما جاءهم النذير، حينما جاءتهم الطوارق تنبههم إنكم على خطأ، إنكم على ضلال، إنكم تخالفون لآخره، ثم هم لا يلون على شيء ويظلون في ضلالهم يعمهون؟ هؤلاء بلا شك غير معذورين لأنهم ليسوا مجتهدين. وما أظنك يا أستاذ أبو عبيدة تشك بأن هؤلاء المشايخ أولا ليسوا مجتهدين، لا تشك في هذا أبدا. ثانيا ربما لا يصح أن يقال لهم أو فيهم إنهم مقلدون، فمن أين نقول إنهم معذورون؟ بعضهم شيخنا عنده طلب علم، عنده حب للعلم، طيب لم يعرف المنهج وجاهل بالمنهج، مغيب عنه بالكلية، واسم السلفية وما أحد بين له المنهج. طيب وهذا حال أغلب دكاترة الجامعة، وماشي هو في هذا الطريق، وماشي في طريق العلم ويبحث، بعضهم مجتهد يعني يقرأ ويبحث، بعضهم أقول وإن كانوا قلة حقيقة يعني يبحث ويجد، وقد يعني يطلع للفجر ويبحث، وقد يكون هذا يعني قد يكون هذا هديه الدائم، يعني أغلب أيام الأسبوع هذا حاله. أي نعم، المنهج السلفي لا يعرفه، يعرف من السلفية بعض يعني جوانب، بعض الجواء أو بل بعض التصرفات التي يقوم بها بعض الشباب المتحمسين، يعني اللي بيستنكروها، الذين يسيئون السلبيات. أي نعم، عنده طلب وسع، يعني يفرغ وسعه. المنهج مش واضح، ينظر في الدليل بمقدار ما يستطيع. أي نعم، أنا أتكلم عن هذا الصنف من الناس. أي إيه هذا الصنف، اربط لي بقى كلامك الأخير بهذا الصنف، أنه هن معذورين ولا لا؟ أي نعم. طيب عندنا ولا عند الله؟ عندنا. شو بيعرفنا فيهم؟ كيف لنا أن نحكم أن نزيد من الناس مجتهد وماشي في طريق ويسعى حثيثا لمعرفة الحق؟ شو بدرينا؟ وسأقول لك أخيرا، من عرفت منه هذا فلا يجوز أن تخطئه بل أن تضلله، ما يجوز، لكن هذا غير ميسر لعامة الناس، فحينئذ نقول أن هذا مخطئ لا شك ولا ريب، مبتدع لا شك ولا ريب، لأنه يخالف منهج السلف. أما كونه بقى معذور وماشي في الطريق ولسه ما وصل، هذا بينه وبين الله عز وجل، نحن ما بإمكاننا أن نصنف الناس عندنا
قول هذا معذور هذا غير معذور. أنا قد أقول عن ليس عن الكفار اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين أنه قد يكون فيهم معذورون، بل أقول المسلمين اليوم اللي بيقعوا في الشرك والضلال، وكثير من إخواننا أهل الحديث والسنة ما بيلاحظوا هذا المعنى، ورأسا بيقولوا إيش كافر، وبنسمع الفتاوى المتتابعة من مشايخنا في السعودية بتكفير تارك الصلاة. شلون منكفر المسلمين دون وهن مشبعين بفتاوى من أهل العلم عندهم أنه ترك الصلاة ليس كفرا إنما هو فسق فجور؟ ولذلك لما بتجيهم أسئلة أنه أنا تزوجت وأنا كنت تارك صلاة فعقدي كان صحيح ولا لا، لا هذا العقد غير صحيح ولا آخره، هذو ما لاحظوا الناحية اللي نحن من دندن حولها أنه قد يكونوا معذورين المسلمين الجهلة الذين يقعون في الشرك. نحن نقول وقعوا في الشرك لكن ما نحكم عليهم بلوازم هذا الشرك، فمن باب أولى الذي أخذ طريق العلم ولسه ما وصل ليعرف هذا الحق الذي نحن ندندن حوله، وهو وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. خلاصة قول عندنا يكون معذورا من عرفنا أنه يطلب الحق ويسعى إليه حديثا، من لم نعرف نحكم بما يظهر لنا وحسابه عند الله تبارك وتعالى. أظن يكفينا يا أبا جابر هذه الجلسة الأولى هذه الليلة، وإن شاء الله لها ما بعدها إن شاء الله. أعطي خبر يا حبيبي. أهلا وسهلا. نحن بدنا نسمع صوتا وانا خايف انه نزجك بانه نسألك يا اخي. الله يسلمك. سمعنا. اقول شيخ، من ضمن اشرطتك في رحلتك للسعودية ذكرت بانك التقيت باحد الازهريين. التقيت بمن؟ احد الازهريين. احد الازهريين. نعم. وذكر لك ان هناك ملائكة يسمون الكروبيون. الكروبيون. نعم. في حين انا يعني وجدت هذا، انكرت انت عليه ذلك. اي والله ولا في حين وجدت ذلك في كتاب مختصر العلول الذهبي ولم تعلم عليه في الصفحه 100. هذا مشكلة بارك الله فيك. لكن شيخنا لكم مقالة في المسلمون في الخمسينات في الحديث عن الكروبيين وانكاره وما شابه. المهم يا اخي الحديث هو وارد في بعض الكتب لكن ليس صحيحا، اما كوني ما علقت هذا شيء اخر. لكن كنت اخشى ما اخشى انك تقول انكرت شيئا انت صححته، اذا بتراجع عن الانكار الى الصحه. حديث كروبين لا يصح اطلاقا، خاصه وان هذا الازهري جعلهم فوق العرش. لانه انت تستحضر المناقشة التي جرت بينه. لأنه هو نسب الوهابيين هني نحن يعني نسبنا إليهم لأننا نؤمن بالله وبصفاته، أنه هذول مجسمة وأن هذول يجعل الله في مكان، وهذا من جملة الضالين الذي من فهمني أن الله ليس في مكان مع علوه تبارك وتعالى عرشه. فأنا حبيت بقى فهمه بطريقة تسلسل هذا. سألنا قلنا له المكان شيء وجودي أم عدمي؟ قال لا شيء وجودي. قلت له وكل شيء موجود مسبوق بالعدم؟ قال نعم. قلنا له وهو محدود ولا مطلق غير محدود؟ قال محدود. قلنا له نحن الآن في الأرض مكان؟ قال نعم. فوق الأرض سماء أولى مكان؟ إيه لو صرنا السماء السابعة مكان. مكان. طيب فوق العرش إيش؟ فوق السماء السابعة إيش هي؟ قال العرش. قلت له مكان؟ قال نعم. وفوق العرش إيش فيه؟
أن فاجأني بهالخرافة هذه أنه ملائكة الكروبيون. قلت له منين جبت هذا ملائكة الكروبيون؟ هل هو في نص في القرآن؟ قال لا، في الحديث. قال لا. قلت له طيب منين؟ قال هكذا درسونا في الأزهر الشريف. قلت له يا عجبا. أيضا يا شيخ وجدت أيضا في تفسير ابن كثير في تفسير سورة غافر أيضا. نعم ما بهم يا أخي، هل وجدته مصححا؟ لا لا بس مش مهم هذا، هذا نجد منه الكثير في مختصر تفسير ابن كثير للشيخ الذي ابتليتم به الصابوني. ها؟ هذا يأتي أحاديث يأخذها من ابن كثير ويحطها في مختصره، ويكون ابن كثير عزاه لفلان العزو يحطه تحت، ومعنى ذلك أنه هذا التخريج له وأنه الحديث صحيح، بينما يكون ابن كثير ساق الحديث إما بسنده وهو يجهل معرفة الحديث بالسند، فبيقول رواه مثلا أبو يعلى في المسند يحطها تحت. الشاهد فاجأني بهذه الخرافة أنه فوق العرش ملائكة كروبيون. تسلسلت معه في الحديث من أين هذا؟ قال هيك علمونا في الأزهر. قلت له يا شيخ الأزهر يقرر مع الأسف أن الحديث الصحيح لا تثبت به عقيدة حتى يكون متواترا. كيف أنتم تعتقدوا أشياء ما جاء فيها ولا حديث واحد صحيح؟ وهذه مثل ما قلنا آنفا، هذا ما بيجي معك تعال معه. هب أنه فوق العرش في ملائكة كروبيون، وبعد ذلك إيش فيه؟ قال لا شيء. قلت له في مكان؟ قال لا. قلت له ليش تتهمنا نحن جعلنا الله في مكان؟ الرحمن عرش استوى، لا مكان هناك، المكان مخلوق والله خالق، وكان قبل أن يخلق أي شيء مكان وزمان الآخرين. فبارك الله فيك. الكروبيون في بعض الآثار وتجد منها شيء كثير بكتاب العظمة لأبي الشيخ، والآن على خلاف العادة سبقونا النساء. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ. الله يعطيك العافية يا شيخ.